السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل معاكم لاسا نيميرو دوز. دونك هادي لا فيديو نيميرو كاتخ ديال لاسا نيميرو دوز، الفيديو رقم 4 بالنسبة للمشهد 12 مسرحية أنتيغون دو جون أنوي. ألوغ كيما قلت لكم دائما غنبقى نعاود أن هاد المشهد هو أطول مشهد، هو المشهد ديال العقدة. نكملكم بالشرح، وكل عندي شي تساؤل ولا شي ملاحظة يحطها هنا في لي كومونتير. Antigone, quel rêve a pour un roi des bêtes? Ce serait si simple un silence et Créon la regarde. Donc, il y a fait ce que l'IA n'a pas fait pour le zèbre, ça c'est un chien de chacun le tabi ou a dit. Il y a une chouf le chien de mon dos et j'ai vu ma tête pour ce que l'on a de mots. L'ex en a de la chien, ولكن هي في الاخر ما بداتش في هدرتو ملي عطاها، يعني قال ليها الحياه ديال، يعني الحياه ديال الحيوانات كيفاش كتكون. المهم بحال استهزأت من ديك الفكره ديالو، قالت له ان غو دي بيت يعني ملك الحيوانات. زعما هنا راه كان واحد الميساج، يعني ان داك الشعب اللي كان هو كيحكمه كان شعب مواعيش وخاين. المهم ما وضحش الفكره، ولكن هي بحال كتستهزئ منه. هو داكشي اللي غيقول لها هنا كريون tu me méprises n'est-ce pas et ne répond pas il continue comme pour lui c'est drôle je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Il a pris sa tête dans ses mains, on sent qu'il est à bout de force. قال لك استهزئي مني ياك؟ الوغ ما جاوبتوش هي، هو كمل هدرتو. قال لها جو لي سوفون ايماجين، كنت كنتخايل غالبا هاد النوع من الحوارات مع شي غيكون مع راجل، يعني مع شاب غيكون شاحب وكيدافع على المبادئ وداكشي كي غي سيد متيول. يعني هو كان كيتخايل في بالو غيجي شي نهار وغادي يتناقش مع شاب مثلا اللي بغى يحاول انه يقتلو، غيبقى يسولو علاش وهادشي كديرو، ولكن ما عمرو تخيل انها غتكون هي. قالها et donc je ne pourrais rien tirer après que du mépris mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. قالها ما عمري تخيلت يعني انه غيوصل لواحد النقاش بحال هذا معها هي، ونقاش على موضوع تافه بالنسبه ليه. Il a pris sa tête dans ses mains donc j'ai dit راسو بيديه، on sent qu'il est à bout de force. كنحسب هنايا في المشهد بحال هو عيا. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Galha, smigni l'akhir marra. Mon rôle n'est pas bon. D'ordir galha, mashi sahel. Et c'est mon rôle. Mais c'est mon rôle. Galha, walakin hada huwa l'wajib diali. Yani huwa kiqoum bilwajib dialo. Et je veux te faire tuer. Galha, ftali ghanqtlik. Yani la matrajatich. Seulement avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Galha, walakin al aqal. قبل ما نقرر انني ننفذ فيك الحكم لو فيرديكت، يعني لا ديرنيغ سونتونس الفيرديكت، ولا هي لا ديرنيغ سونتونس يعني القرار النهائي ديالي ولا الحكم النهائي. قال على الاقل خصك تكوني متاكده انك باغا تموتي، تكوني عارفه الدور ديالك انت اللي كديريه دابا. tu sais pourquoi tu vas mourir، عارفه راسك علاش بغيتي غتموتي اصلا. انتيغون tu sais au bas de quelle histoire sordide، دونك لاحظوا كيعاود سميته هنا. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant. Galha, xkit al aqal t'arfi l'qissa l'sayya l'qbiha li ghatmouti ala sbabha aslan w li ghadi tkoun hada l'qissa yani ma tsahhash anak tmouti bhal bagha yqoulha hada l'qissa ma tsahhash anak tmouti aliha. يعني القصة بولينيس وهاد الحكاية هادي خصك تراجعي نفسك وتعرفي انك غتموتي على امور تافهة وغتسني بالدم، يعني بالدم ديالك تسني سميتك بالدم ديالك على قصة تافهة. انتي قول كل استوار قلت له اش من قصة كريون سيل دي تيوكلي دو بولينيس سيل دو تي فرير نو تي كخوا لا سافوار tu ne la sais pas. Elle a qu'est-ce qu'il y a de quoi que j'étais avec le pony, c'est qu'elle a où je connais que tu as pas qui est arfa. Elle a là, tu m'as arfa ou alors.
Personne ne la sait dans Thèbes que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. La tragédie a dit. قلت لكم ان المده الزمنيه اللي كيتحاوروا فيها الشخصيات المسرحيه كامله ما كتعداش 24 ساعه، والمسرحيه ديال الانتيغون بالضبط كتبدا من الفجر، يعني من اللوب ملي كتدخل الشخصيه ديال الانتيغون حتى العشيه، تل تقريبا بحال دابا مثلا تل 5 العشيه او 6 العشيه، وهما كي يعني المسرحيه ما كتفوتش 24 ساعه. دونك طبعا الحال ما تمثلش مثلا تحطش الخشبه، الممثلين ما غيمثلوهاش في هذه المده كامله، ولكن يعني لو طون يعني الزمن بالضبط اللي دازوا فيه هذه الاحداث كحقيقه هو زمن ديال من الفجر بحال قلتو، من قبل الفجر جوج ثلاثة الصباح حتى لستة العشيه، ولكن التمثيل غيكون في جوج سوايع ولا جوج سوايع ونص كاع ما تعداهاش. الوغ نكملو. دونك هو بحال بدا كيعيا، حسينا بيه بحال بدا كيعيا وشد جلس. قال لها حتى واحد ما ساق الخبر الا انا، ما المسون قال لها ولكن بان لي خصني نعاود لك، سني با بيان بو تي فان فوار. قال لها ما تعجبكش هاد القصه انت غتشوفي. il commence sourdement son regard et Antigone بقى كيكمل بلا ما يشوف فيها. que te rappelles-tu de tes frères d'abord؟ قال لها شنو كتعقلي على خوتك. Deux compagnons de jeu qui te méprisaient dans son doute et sans doute qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. Deux compagnons de jeu, وما يعني ما كيعطوكش قيمه، وكانوا كيهرسوا لك الالعاب ديالك، وكانوا كيتفقوا عليك بين مع بعضياتهم، وكيبغيو يتفقوا عليك كيهضروا مع بعضياتهم في الودن وكيحاولوا انهم يستفزوك. انتيغون سيتي دي غران، قالتلو هما كانوا كبارين، يعني الكبار يعني ديك الحركات يعني ديال الكبار ماشي مشكل، هي زعما كانت صغيره ماشي مشكل يديروا هكاك بالنسبه لك. دونك هنا بحال نحسوا انها كتخلق Crayon, après tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs, et puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, ils ne t'ont plus regardé du tout. Donc, l'homme qui brûchouilla, donc je vais nous amener, je vais me rassembler avec Chief, donc avec Mew. بداو كيلبسو السراول الطوالين اللي كانوا في طوندونس ديك الساعتين في القرن العشرين 1942، المهم زعما المهم ديك الوقيته ديال جون انا وحنا كنهضرو. هلا بداو كيخرجو تاهما كيسهرو وكيحسو براسهم ولاو رجال، سونتيغ لهم حسو براسهم كيوليو رجال وما بقاوش كيديوها فيك كاع. أنتيغون جيت اون في، قالت له هي انا كنت بنت، يعني البنات في ديك الوقيته ما كانش عندهم الحق اللي كان عند الذكور. هنا كذلك لاحظوا الفوكابيلار ديال بونطالون سيجاريت، هادو سو سون دي هاد الفوكابيلار يعني جدادين، ماشي ديال القرن ديال قبل الميلاد ديال سوفوكل، هذا القرن جديد. هنا كتبان من هنا يعني كاين الفرق ما بين لا تراجيدي مودرن وكلاسيك. Antigone, j'étais une fille. Crayon, tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère, tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, Gugnar, et veulent sentant le vin. Galia, وكتسمعي ديك الاصوات ديالهم المزعجه هما داخلين من برا، يعني داخلين في الكولور من برا بعد ما دوزوا سهره على برا، باسي ديفون توا كيدوزوا قدامك، وهما في يعني هما الهيئه ديالهم ما زويناش والريحه ديال الشرب فيهم. أنتيغون جاوبته قالت له اون فوا جو ميتي كاشي ديغيير اون بورت سيتي لو ماتان نو فينيون دو نو ليفي اي او ايل رونتري. قالت له واحد النهار يعني هما كانوا هما موالفين كيسهروا على برا، قالت له كانت فاش شفتهم يلا هما فاقوا من النعاس في القصر، خوتها كانوا قصرين برا يلا دخلوا، وشفتهم تخبعت مور الباب واحد الصباح ودخلوا هما. المهم بولينيس ما فيو il était tout pâle les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit tiens tu es là toi.
Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Donc, voilà. هي كتعاود تفكرات بولينيس زعما انا بغات تبين زعما ان بولينيس مع الاصل هو ما عمره تعامل معاها مزيان، تعامل معاها غير مره واحده مزيان وبقات هزها بين عينيها، بقات عاقل عليها. دونك قالت له راه شافها زعما وقال لها اجي، وعطاها واحد الوريده ديال مصنوعه من الورق يمكن. ديك الورده جابها معاها من السهره اللي كان فيها كريون. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Gala hier, ou htafti bdek lwareda li atak, ou lbarh, qbel ma tdiri, yani qbel ma tmchi tḥawli tdefni khouk, mchiti lmjar, ou bdeti katqalbi fih, ou bqiti katchoufi fiha mudda twila, ou hsiti anha katatak lshajaa, ou non? انت كنت تحسي كيف زادي سلا؟ قالت له هي شكون قال لك هادشي؟ دونك انا كنلاحظوا ان الفرق ديال السن كاين ما بين اون كريون انتيغون. هي انا كريون عارفه يعني ردات الفعل ديالها كي غتكون، لانها اصلا كتبقى شابه وبقى طائشه وما عارفاش راسها شنو كدير، في حين هو هنايا كنلاحظوا انه كيحاول انه ينقذها بجميع الطرق. كنا قلنا انه استخدم معها العقل والعواطف، يعني انه بين لها انها عزيزه عليه، وكذلك خدم معها شنو نقولوا الفيولونس. وفي الاخر صافي بدا كيقول علاش ما يعاودلهاش الاسرار ديال يعني لي سكري فاميليال، على الله وعسى انها تراجع وما تكملش في الحماقه ديالها وتخسر حياتها بسبب يعني قصتها فيها بالنسبه للعائله. دونك هي تفاجات انه عرفت عارف كيفاش انها مشات لديك الورده وديك الذكرى زعما ديال بولينيس، ان هي بحال يعني الحاجه الوحيده اللي دارها معاها مزيان، بحال بغى يقصد ليها الحاجه الوحيده اللي دارها معاها مزيان هي انه عطاها ديك الوريده، ما عمره دار معاها شي حاجه مزيانه. كريون بوف انتيغون افيك تا فلور دو كوتيون سي سو كي ايتي تون فرير. قال لها مسكينه انت يا انتيغون، عرفتي شكون هو خوك؟ انتيغون جو سافي كو فو مي ديغي دو مال دو لوي. وانتو قالت له راني عارفك غادي تهضر عليه قبيح. دونك هي اصلا عارفه الكاركتر ديال خوتها ما كانش زوين، ومع ذلك كانت كتحاول تبين راسها ديك الاخت اللي مزيانه. ولكن هنا غادي نحسوا بها فعلا هي ماشي كتحمل المسؤوليه كذلك حتى هي، وباغا انها تاخذ واحد الجانب كبير في يعني تحمل انها يكون عندها ذاك الواجب الانساني. ولكن هي في نفس الوقت راه كانت واحد الشخصية مأساوية اللي غادي تموت في الأخير، وما غاديش تفكر في حياتها اللي جاية من بعد. وهنا كذلك حسينا أنا أنتيغون شخصية أنانية نوعا ما، في حين أن كريون واخا كان كيبان لينا في الأول ديك الشخصية اللي صعيبة ومعقدة وهادي وكيبغي غير الحكم داكشي، بالعكس بان هو أنه كيتحمل المسؤولية وما باغيش حتى شي واحد يخسر في هذه المعركة. كريون ان بيتي فيتار امبيسيل ان فيتار امبيسيل ان بيتي كارناسي دور اي سون ام اون بيتيت بروت تو جوست بون الي بلو فيت كو لي اوتر افيك سي فواتور ا ديبونسي بلوس دارجون دون لي بار. Une fois, j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'elle avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. المهم بقى هنا كيعاود لها على خوها انه كان اخ سيء، كان يعني كان واحد الولد اللي قبيح في التصرفات ديالو، الكومبورتمون ديالو، المعاملات ديالو، كان كيعجبو يقصر يجلس في الحفلات فيتاغ، يعني يجلس في الحفلات ديك الحماق، و كيوصفو كارناسي يعني انسان متوحش ما كيحسش، ما عندوش روح، ما حسش بالروح ديال الانسان يعني مادي، ما كيحسش بحتى حاجه. وحش صغير انا تو جوست بون لي بلو فيت. دونك هو كان كيعجبو غير انه يخرج ويقصر ويسوق الطوموبيلات ويديبونسي، يعني يضيع بزاف الفلوس، ديبونسي بلوس دارجون يعني يخسر الفلوس في لي بار. قال لها واحد النهار مشى عند باه اللي هو اوديب وطلب منه الفلوس واحد المبلغ كبير، ولكن اوديب ما بغاش، الى غوف الوي دونك
il a refusé de lui donner une grosse somme. Donc, refait انه يعطي واحد المبلغ كبير باش يقدر انه يخلص ديك الخسائر اللي دارهم في لعبة القمار لانه كان كيقمر. ولكن ما بغاش يعطيهم له الباه. دونك il est devenu tout pâle. دونك في ديك اللحظه هو ما تقبلش الفكره بولينيس وهو يضرب باه الوجه ضرب باه بونيا وقال واحد الكلمه خايبه مو انيوبل كلمه سيئه انتيغون سو ني با فري قالت له لا ما يمكنش يعني هادشي قالت له هي غير صحيح ما قدرتش تسيق Crayon, son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père, c'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains et le signe du nez. Il pleurait et dans un coin du bureau, Polynice ricanant qui a allumé une cigarette. Galha, dès que l'ardeur a drapé le jour, il y a une ardeur qu'ouille le jour. Quand c'était pitoyable. Ton père était assis donc l'abdiello, dialha glissama ftabla. وشد وجهه بيدي يعني غطى وجهه بيدي في ديك اللحظه شد راسه بيدي لا دونك السيني دي نو بقى كينزف من نيفو يعني رعف وبدا كيبكي وفي الجنب ديال البيرو زعما بولينيز ريكانون كي انيمي سيجاريت بولينيز بقى كيزدر ديك الاصوات المزعجه غير كان زي واحد الصوت ديال شي حيوان دونك هنايا راه كيشبهو اصلا بحيوان ومشاش على القارة Antigone supplie presque maintenant, ce n'est pas vrai. Donc, il y a un crayon. غير يحاول انه ينقدها ويقول لها هذاك اللي غادي تموتي على حسابه ما كانش كيحترم باك وما كانش اصلا شي انسان شي جونغ اللي هو يستاهل ان تضحي على حسابه alors crayon rappelle-toi tu avais 2 ans vous ne l'avez pas revu pendant longtemps c'est vrai cela قال لها وعقلي غير شويه انت كانت في عمر 12 عام وانت شحال هذه مشيتيه اولا انتيغون سور دو موي سي فري قالت له Crayon, c'était après cette dispute, ton père n'a pas voulu le faire juger. Galha, من بعد هاد يعني ديك المدابزه اللي بيناتهم ما بين اوديب وولدو بولينيس ما بغاش يحكم عليه. Ton père n'a pas voulu le faire juger. انا اوديب كان ديك اللحظه كان هو الملك. S'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père. Polynice m'a dit qu'il y a une force askarie qui a été créée par Oedipe et Thèbes. Et il y a des ennemis de Thèbes. Et il y a des ennemis qui ont travaillé comme ومن ديك الساعة هما كيحاولوا انهم يقتلوا اوديب لان بولينيس بحال كان كيحفز هاد لي زارجيان ضد باه باش يقتلوه باش هو يتولى ويسيطر على تيب بالكامل دونك لا شاس لهم ا كومونسي كونتر طون بير يعني كانوا كيحاولوا يقتلوه يغتالوه كونتر سو فييغ هوم كي سو ديسيدي با ا موغيغ ا لاشي سون غويوم ضد هذاك الرجل الشيباني اللي ما كانش باغي يموت وما كانش باغي يخلي المملكه ديالو لي زاتونتا سو سوكسيدي اي لي تيور كونو برونيون فينيسي توجور بار افوي كي لافي ريسو دو لارجون دو لوي هذوك المحاولات لي زاتونتا المحاولات اللي كانت متتاليه ومتواليه ضد اوديب من القتله كانوا كيحاولوا يقتلوه ملي كانوا كيشدوا هذوك القتله اللي باغيين يقتلوا اوديب في الاخير كيعترفوا دونك كيعترفوا انهم شدوا الفلوس من طرف هذا من طرف بولينيس باش يقتل باه با سولمون دو لوي دايور ماشي غير منه هو كار سي سلا كو جو فو كو تي ساش قال لها ماشي غير منه هو ماشي غير هو الوحيد اللي كان باغي يقتلو ولكن يلا غادي نعاود لك شي حوايج اخرين لي كوليس دو سو درام او تي بغيل دو جوي ان رول لا كويزين الوغ هنا قال ليها ماشي غير هادشي يعني كاين امور خطيره في الكواليس يعني مخبعه
الدراما كاملة اللي قاسها انت كتحرقي على حسابها وكتضيعي حياتك. جي في فيغ هيغ دي فينيغاي غرانديوس اثيوكل، قالها انت زعما شتي راني درت جنازة عظيمة لاثيوكل. اثيوكل اي تان ايرو اي ان سان بور تي ماتنون. قالها اثيوكل دابا بالنسبة لتيب راه هو قديس وبطل بالنسبة لتيب، لانه يعني لان كريون مهم ماتو جوج الاخوين تقاتلوا مع بعضياتهم، وإثيوكل حكم انه غدالو جنازة عظيمة لانه الاخ اللي مزيان، والنيس ما دارلوش. في ديك اللحظه فاش دارلو جنازه عظيمه كلشي تا بداو كيحترموه زعما، وكيخو داروا له واحد المقبره كبيره ديال الرخام وردوه بحال القديس. دو لو بوبل ايتي لا، الشعب كامل كان حاضر في ديك الجنازه. لي زونفون دي زيكول اون دوني توس لي سو دو لور تيرولير بور لا كورون. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix de bon frère le fils de Dieu, le prince royal. Donc là, من الصغير حتى الكبير، لا الدراري الصغار اللي يلاه جاو من المدرسه يعني كاملين، والشيوخ يعني كانوا حاضرين في ديك الجنازه. Enfants ont donné tous les sceaux de leur tenir pour la couronne du vieillard faussement aimé ou magnifié avec des hommes. Le bon frère, le fils de Dieu, le prince au royaume. Donc, هذاك هو الأخ اللي مزيان، وهذاك هو الأمير الملكي. Moi aussi, j'ai fait un discours. قالها هو أنا براسي درت خطاب، donc crayon. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet, avec la tête de circonstance, les honneurs militaires. Il fallait bien. قالها يعني جميع الأشخاص وجميع الشرائح الاجتماعية كلها كانت حاضرة في ديك الجنازة وعطات يعني القيمة لإثيوكل. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Mais je vais te dire quelque chose à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Il y a un chicam, il y a un Polynice, il y a un Théocle, 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 il y a un Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. حتى هذاك يعني الابن اللي هو مزيان البار زعما، حتى هو براسو كان كيحاول يقتل باه، اساسيني يعني يقتل باه. وهذا الامير يعني اللي كان اللي كيبان للناس كاملين انه لويال وفي، وحتى هو براسو قرر انه lui aussi il a décidé de vendre Thèbes et انه يبيع Thèbes للاشخاص اللي غيعطيو الثمن اكثر. وي كرواتي كو سي درول، كظني ان هذا الشيء غريب. سي تريزون بور لاكيل لو كور دو بولينيس اي ان تران دو بوريغ او سولاي. هذه هي نفس الخيانه اللي على حسابها الجسد ديال بولينيس كيتحلل تحت الشمس. J'ai la preuve maintenant qu'Éthiocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. حتى هذاك إثيوكل اللي مدفون في لو تومبو يعني في القبر ديال الرخام، حتى هو كان كيستعد باش يدير نفس الجريمه بحال خوه. سي انازار سي بولينيس ا ريوسي سون كو افون لوي. غير هو بولينيس سبقو، يعني هما بولينيس مشى عند لي زارجيان يعني الاعداء ديال الاب ديالو وفي القبل، لكن حتى إثيوكل حتى هو كان كيوجد انه يخون الملك اللي هو اوديب اللي هو باه. نو زافيون ان فيغ ا دو لارون اون فوار كي سو ترومبي لان دو لوتر لان لوتر او نو ترومبون اي كي سو سون ايغورجي كوم دو بيتي فويو qu'il était pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Donc, on m'a obligé de faire un
نادو كيتقاتلو في يعني فاش باهو ما بقاش نادو كيتقاتلو ايت ياكل هو بولينيس وواحد ذبح الاخر واحد طير للراس الاخر في ديك اللحظه دونك حتى هذا يعني هو هنا بغى يبين لها انه كريوم بغى يبين لها زعما هو انه هز الجسد ديال الواحد فيهم والراس ديال الاخر يعني بدون اعتبار هذاك يعني بلا ما يشوف بلا ما يتاكد من الراس ديال كل واحد فيهم وبغى ياخذ غير يعتبر ان واحد هو غيكون بطل والاخر غيكون خائن قدام الدوله غير كصوره فقط وككذبه قدام الشعب باش يبين زعما ان اي واحد يمشي يدير مثلا شي جرأة يدير غلط ديال الخيانه خصو يتعاقب بهذه الطريقه هذه. اما هما في الحقيقه بغى يقول ليها انهم بجوج بهم كانوا خوانه ولكن باش يعطي المثال للاشخاص الاخرين ضروري نديروا واحد اللي غيكون زوين ونوريو للاشخاص اللي زعما غيكونوا مزيانين ها كيفاش غنديروا لكم ها كيفاش غندفنوكم ها كيفاش غنتعاملوا معكم هذوك الناس اللي غيخونوا وهذوك الناس اللي ما غيتعاملوش مزيان ها كيفاش غادي يكون المصير ديالكم زعما بحال بولينيس. دونك هادشي اللي بغى يوصل ليها يعني ان الموقف ديالو تجاه بولينيس ما كانش موقف يعني شخصي او انه ما كيبغيش لا كان موقف سياسي. alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres donc ma فاش نادو كيتقاتلو كيتحاربوا مع بعضياتهم لان كنا قريناها ديجا في البرولوغ كانوا اتفقوا فاش باهم صافي خرجوا من البلاد وقتالف اتفقوا بيناتهم كل واحد يحكم عام بما ان ايتيوكل ما تقبلش الفكره قال له انا هو الكبير انا اللي نحكم ما اتفقوش بيناتهم تقاتلوا ونط الحرب مع بعضياتهم والاجساد تخلطات وديك الريوس كذلك فاش طاروا تخلطوا كلشي المهم نط الحرب بيناتهم هو اضطر انه يهز الجسد وراس واحد اخر ما عارفش اصلا الجسد ديال من فيهم هذاك اللي كيتحلل وهذاك اللي تدفن. alors j'ai fait rechercher leurs cadavres quoi qu'il y a juste cette dialogue au milieu des autres fausses l'acharine on les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie sans doute ils s'étaient embrochés mutuellement et puis la charge de la cadaverie de pardon et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus elle était en buis Antigone méconnaissable j'ai fait ramasser un décor le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales et j'ai donné l'ordre de laisser pourri l'autre où il était, je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est bien égal. والجثة اللي كانت مضرورة هي اللي خلاها ما دارلاش الجنازة هو اصلا ما عارفش حتى ديك الجثة ديال من فيهم. إليا قالو il y a un long silence il ne bouge pas sans se regarder puis Antigone dit doucement يعني بقاو ساكتين واحد مدة طويلة وما كيتحركوش زعما كريون أنتيغون فيه دي داسكالي وبقاو سون سو ريغاردي بلا ما يشوفوا بعضياتهم ومن بعد أنتيغون هضرات أنتيغون بوركوا مافي فو راكونتي سولا قالها قالت له علاش كتعاود لي هادشي كريون سو ليف رومي سا فيست دونك كريون ناض او ورد الفيست ديالو كريون فاليتيل ميو تو ليسي مورير دون سيت بوفر هيستوار قالها واش بغيتي نخليك تموتي على هاد القصه القذيره يعني اللي ما عندها حتى شي معنى تموتي على اشخاص ما اصلا ما كانوش لويال ما كانوش اوفياء ما يستحقوش انك تضحي على حسابهم انتيغون بوتيت مو جو كرويي الى ان سيلونس انكور كريون سابروش دي قالها قالت له هي يمكن حيت انا يعني هي مازال كتامن انها خاصها تضحي بقى ساكت ومن بعد قرب من عندها كريون كيسكو تو فا فير ماتنون قالها شنو دونك انتيغون قالت له يعني هي تيقات بالقصه اللي عاود ليها بوتيتر ربما ما جو كروي انني يعني تاقت داكشي اللي قال ليها كريون كيسكو تو فا فير ماتنو قال لها شنو غديري دابا يعني هو كيتسنى تاخد غير قرار وينفذ قالت له غادي تموت غيقتلها قالت له انا باغا تعيش خليها غيعاونها دونك هو كيحاول انه يدير ما امكن باش ينقذ البطله ولكن
غنشوفو في الاخر، لان هذه سيت اون تراجيدي بطبيعه الحال، بطله غادي تموت. ولكن هو احنا غنشوفو الطرق، هاد يعني لي استراتيجي اللي استخدمهم كريون باش يساعدها ويخرجها من ديك الحاله اللي هي يعني من ديك العناد اللي هي فيه. انتيغون se lève comme une somnambule. Je vais remonter dans ma chambre. قالت نادت بحال، المهم بحال شي وحده دايخه. المهم قالت له غادي نمشي لبيتي. كريون نو ريست با ترو سول، فا فوار ايمون سماتا ماري توا فيت. قال لها